موجز لأهم الأنباء من أونلايف، أهلا بحضراتكم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط كنيسة مارمينا في حلوان، والذي أسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ورجال الشرطة. وأكد الرئيس في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية متابعته عن كثب لتداعيات الهجوم، إضافة إلى توجيهه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين. وقد أقيمت بكنيسة العذراء بمطرانية حلوان الجنازة الجماعية للشهداء الذين قضوا في محاولة استهداف كنيسة مارمينا. كما قررت المطرانية أن يدفن الشهداء جماعيا في مدافن دير الأنبا برسوم بمدافن 15 من مايو. وقد أعلنت وزارة الداخلية أن منفذ حادث استهداف محيط كنيسة مارمينا بحلوان يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى. وقالت الوزارة في بيانها إن منفذ الحادث من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة، وتزعم حادث التعدي على مركبة تابعة لقسم شرطة حلوان في عام 2016 فضلا عن عدة حوادث إرهابية. وتشير نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية المشار إليها. وقد كلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط كنيسة مارمينا بحلوان. وانتقل فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، كما انتقل فريق من النيابة للمستشفيات لسؤال من تمكن من المصابين. وقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الذي استهدف محيط كنيسة مارمينا بحلوان، وأعلن المجلس أن القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع تطورات الحادث، حيث أجرى اتصالات هاتفية بالوزراء المعنيين للوقوف على تداعيات الحادث أولا بأول والاطمئنان على حالة المصابين في المستشفيات والتأكيد من توافر سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم. وقد أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في بيان له أن من يعتدي على الكنائس ويروع الآمنين فيها هو خصيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وشدد فضيلة المفتي على أن ما قامت به جماعات التطرف والإرهاب محرم وآثم شرعا ومخالف للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي دعت في بدء مقاصدها إلى حفظ الأنفس وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة. حلقة الوصل تأتيكم بعد دقائق من الآن بحول الله، إلى الملتقى.